ما زالت قضية تمويل قطر لميليشيا حزب الله تثير اهتمام الصحف الدولية ومجتمع الاستخبارات مع الكشف عن مزيد من الأسرار. بلغ الأمر ذروته في أغسطس 2020 بظهور ملف موثق تمكنت إحدى الوكالات الاستخبارية الأمريكية من الحصول على نسخة منه يؤكد تفاصيل دور أفراد من الأسرة الحاكمة القطرية وتورطهم في أعمال عسكرية غير شرعية منذ عام 2017. نشرت مجلة إيكونومي كلاب الإلكترونية تفاصيل عن علاقة التمويل السري بين قطر وحزب الله. حسب الملف، جمعيتان خيريتان قطريتان هما جمعية الشيخ عيد بن محمد الثاني الخيرية ومؤسسة التعليم فوق الجميع، قدمتا المال إلى حزب الله في بيروت تحت ستار الغذاء والدواء. تفاصيل تمويل الجمعيتين القطريتين تعتبر إعادة للأسلوب القطري نفسه في تمويل الجماعات الإسلامية المقاتلة وكذلك جماعات الإسلام السياسي مثل تنظيم الإخوان، فقد تم توجيه الأموال إلى حزب الله عبر منظمات وجمعيات القطاع الخيري القطرية. سبق لمنظمات مثل قطر الخيرية أن قامت بتمويل مجموعة متنوعة من الأنشطة السياسية في جميع أنحاء أوروبا. كانت صحيفة ديت سايت الأسبوعية الألمانية ذكرت في يوليو أن عميل الاستخبارات السابق جيسون جي اعترف بحصوله على عشرات الآلاف من الدولارات من الدوحة في مسعى من قطر إلى شراء صمته وعدم إفشاء معلومات حساسة تتعلق بتمويل قطر لحزب الله. جيسون حسب الصحيفة كان يعتقد أن بإمكانه الحصول على مبلغ 10 ملايين يورو نظرا لخطورة المعلومات والتفاصيل التي يملكها عن صفقات تمويل الدوحة للميليشيا المصنفة إرهابية. وبموجب صفقة تمهيدية كان العميل جيسون يتقاضى مدفوعات شهرية للحفاظ على خط اتصال مع جنرال قطري والذي كان يقبض منه أموالا أيضا، وذلك قصد تكوين صورة أكبر حول أنشطته. أكد جيسون أن لديه معلومات صريحة عن صفقات الأسلحة التي أبرمتها قطر مع مصانع أسلحة في أوروبا الشرقية من شأنها أن تسبب مزيدا من الإحراج لها. مسؤولون كبار في المخابرات الألمانية أكدوا صحة معلومات جيسون الذي مكنته إقامته في الدوحة من معرفة الكثير من الأسرار ورصد تحويلات مالية مشبوهة من أثرياء قطريين إلى مهاجرين لبنانيين على علاقة بتدفق الأموال إلى حزب الله. أسبوعاً بعد آخر تغدو لقاءات جيسون الستة بالسفير القطري في بروكسل لشراء صمته مبررة، ويزداد رعب أجهزة الأمن حول العالم مما يمكن للدوحة أن تفعله بالمال.